نبغيو نشكرو رجال الأمن على هذه المجهودات التي يقوموا بها في مدينة تمارة، وبالخصوص بدوار جامايكا اللي صراحة تيقوموا بواحد المجهود كبير. فرقة الدراجين اللي صراحة أنهم تيدخلوا تيغامروا بالأنفس ديالهم في أزقة دور الصفيح مثلا، والحمد لله مدينة تمارة الحمد لله بمسيرة واحد، وجامايكا وكاع المناطق اللي فيها دور الصفيح الحمد لله تيقوم بواحد المجهود كبير 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 ومجهود جبار، وتنشكروهم من هذا المنبر هذا. أولا السلام عليكم، تنشكر الصحيفة 24 على هذه الاستضافة، وتنشكروا الأمن ديال تمارة اللي قايم بواحد الدور كبير، وتلاحظوا واحد التحسن كبير من هذه السنوات الأخيرة، واللي تيحافظوا على الأمن ديال المنطقة. وتنوجه الشكر لجميع المكونات ديال الامن الوطني وعلى راسهم السيد حموشي. السلام عليكم. اولا السلام عليكم، كنبغي نشكر الجريده ديال الصفحه 24 على هذه الاستضافه ديالها في حق الكلمه اللي بغينا نقولوا في حق رجال الامن بمدينه تماره. كنبغي ناكدوا على هاد الناس بانهم راهم كيخدموا بنيه صافيه، وكنشكرهم على العمل الجبار اللي كيقوموا به داخل المجال ديال اقليم مدينه تماره، وعلى راسهم السيد رئيس المنطقه والسيد كوموندو ديال رئيس فرقه الدراجين اللي صراحه كيسهروا على هاد العمل بيديهم، وكيشرفونا باش يكونوا عندنا ناس كفاءة في مدينه تماره اللي كيسهروا على الامن ديال المواطن وديال المدينه ديال تماره. وبهذه المناسبه كنبغي نوجهوا التحيه الكبيره للسيد رئيس مدير الامن السيد الحموشي على اليقظه ديالو، على الانضباط ديالو في العمل ديالو، وشكرا لكم على هذا اللقاء هذا. اول حاجه كنبغي نوجهوا كلمه او جمله او رساله شكر للامن الوطني باقليم عماره خيرات تماره، وبالضبط بمدينة تمارة. حنا الآن كنتواجدوا بحي النصر، الساعة الآن كتشير يمكن لحوالي 12:30 من بعد منتصف الليل، وكما كتشوفوا حنا خارجين واخذين الحرية ديالنا. هادشي كامل كيرجع الفضل ديالو لرجال الأمن، وبصفة خاصة الصقور اللي كيبذلوا واحد المجهود كبير، وكنحييهم من هذا المنبر هذا، وكنحييو أيضا مدير ديال ولاية الأمن الرئيس ديالها السي نجار، اللي مني من نهار حط رجليه في الولايه ولا كيتراسها والقضيه غادا مزيان وسامارش. وكما كنقولوا قالوا شكرا 19، انا نقول شكرا 19 وشكرا لجميع رجال الامن.